بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنتكلم عن المفتاح اللي هو ضد عبث الأطفال. دلوقتي بقى الدور بضغط على ضبط مسبق وعلى الستارت كده، عملنا قفل الأطفال كده، نشتغل ستارت. لو أنا عايز ألغي عبث الأطفال بضغط تاني على الستارت وضغط مسبق، تكة واحدة مع بعض كده الغناء كده نشغل. كده احنا الغناء ايه عبث الأطفال.